اول شيء الشموع، نحن دائما بناخذ الشمع من ايكيا. هلا محمد بياخذنا للشمع المفضل عنده. اهلين حبيبي، هاي مفضله عند محمد، هي ريحتها كثير حلوه. اي شمو كثير حلوه. حناخذ وحده. واو هاي حلوه بس اللون الابيض اللي فيها، بس شكلها حلو. هاي كالشكل يعني، ناخذهم من هون ولا نخليهم لتحت لحتى يكون في اختيارات؟ صح، هاي صالة العرض. يا جماعة انا عم صور لكم بالايفون الجديد، شو رأيكم؟ صراحة انا التصوير بسطلني. صح حبيبي، شوف التصوير شلون. مرحبا، صوركم جوالي. ايه على فكرة بدنا نورجيكم شغلة. شايفين هاي يا جماعة مثل هذا الخزانة، تمام؟ بس هذا لون اسود، نحن ما بدنا لون اسود. مثلها بدنا نجيبها للمطبخ، كنت خبرتكم بدنا نجيبها مثل هيك لنحط فيها مايكروويف والآلات الثانية، وبتنضاف للمطبخ مع ديكورات بتطلع كتير حلوة. فمثلها حنجيبها. هاي شو رأيكم بهاي؟ كمان شفناها، يعني نحن لسه ما أخذنا قرار، عم نشوف من هذا. هاي بتيجي حتى فيها إكسترا هيك درج، هون ممكن ينحط المايكروويف وهون الشغلات الثانية. ما بعرف، هاي حسيتها مرتبة. طبعا في عدة خيارات يعني، بس هي احسن شيء. هلا حبيبي كمان انت حبيتها؟ اي والله حبيتها محمد. هي اللي حب، هي لقيتها فيها اول شيء خشبي وابيض. مو خشبي، نحن ادوات المنزليه اللي عندنا بيض، ابيض بقى حلوين بدنا تطلع حلوه. بنشوف هلا. شوف ما شاء الله، عن جد اكيد فيها شغلات كثير بتجنن. وانا جاي على بالي اخذ كم شغله هيك نمانيم. انا جاي على بالي ما اخذ كم، ما تجنن. لا لا بلا، حاخذ شغلات هيك بتجنن صراحه. لقيت هذول كثير عجبوني، انا بحب اكل فيهم الاندومي وهالشغلات، فحاخذهم. شوفوا عليهم كمان هيك حركات. محمد شوفوا شو بده ياخذ، حبيت صراحه. هذا احلى ولا هذا احلى؟ اعطونا رايكم شو حنشتري. انا عجبني هذا. خلص لا تقليلهم. لا انا عجبني هذا يا جماعه. انا تعرفت شو حناخذ. لانه يا جماعه الكاسه تبعي انكسرت. هلا في كاسات تانية صراحه، بس بحب واحده تكون هيك يعني سيمبل وساده اشرب فيها القهوه، فحاخذ هاد. جايز جينا لقسم الوسايد، بدي غير الوسايد اللي عندي بالكنبه، بس ما عم لاقي الوان اللي انا لابقه لي، وما بدي هيك زخرفات ومخرفات. لقيت هون بدي اورجيكم مثل هيك، بس كمان ما بحب هيك الوان مختلطه يعني، لانه انا عندي بيج وابيض، فما لقيت والله. غريب هداك المره لما اجيت لقيت، بس هالمره ما في. عايز هي زي ما بتشوفوا، هي شو بيقولوا لها سجاده للحمام، تمام؟ هي يا جماعه انا جبتها تجربه عني، بتجنن، بنصحكم انكم تجيبوها. هلا ليكم مثلا عاملين عليها عرض، كانت ب 300 وهلا صارت 269 ليره، فبنصحكم فيها. هلا طلع جو الكريسماس، بس هيك يا حبيبي ما حلوه هيك احمر هيك. لا ما حلو، ما حلو والله، ما عجبني يا جماعه. شوفوا شو هي، هيك بتيجي هيك تفاحه شعبيه شوي. يا اي دونت لايك ات صراحه كثير. الفكره مو كل الاذواق، مو كل شيء يعني بيكون حلو يعني. طبعا ممكن تلاقي شغلات برايك هيك. طبعا طبعا، بس هيك بصفة عامة هون لقينا جو الكريسماس. بس نحن بدنا ناخذ شموع حبيبي. بدي اخذ شموع. نحن ما لنا اوريدي، عندنا اثنين بالبيت، بس بدي واحدة اخرى. شو عم تدوري شيماء؟ عنا شمع، شمع عنا. شوفي هي عنا شمع. لا ما حلوة. نحن لما بنجي لايكيا اذا ما اشترينا شيء لازم ناخذ شمعه، اقل شيء شمعه. شوفوا المكونات يا جماعه، عن جد ريحتها ما حلوه. زنجبيل، قرنفل وقرفه، بدهم يشتوا قزاز. ما حبيتها. هديك صغيره، تعالي حبيبي. ايه تعالي نفرجيكم، في وحده شفناها كثير حلوه، نمنومه هي على اسمنا، نمنوم ونمنوم. فرجينا اياها هيك. حلوه هاي حبيبي، ما بنستخدمها بنحطها ديكور. شو؟ هاي حبيبي ما بنستخدمها بنحطها
شو رأيك تعانقيها؟ حبيتها. شوفوا هاي مشان سقي الزرع وهيك يعني كتير حبيتها. ناخد هاي كمان. نحن عنا مشتل يعني عنا 6000 وردة. طبيب حبيتها بدي اخذها. وردة واحدة يعني اذا بتسقوها بكاسة شاي بالضرورات. بحب هالقصص. هيك يا جماعة هذا الكيس تقي حمودة ورجيهم هيك يعني. لا تفرجيهم بعدين فرجيهم. بعد الاغراض اللي جبت. ايه ايه بس هيك. و زي على بالي حبيبي اخذ شيء مثل هيك مثل هدول. هدول الصناعيات ما حلوين هدول كلهم. بس هي كبيرة اوريدي عندي يعني بدي هيك شيء خفيف. طبعا حلوة. مشي الحال اخذنا الاغراض بس نروح على البيت بشارككم معاكم حبايبي. هلا بدي اكل حبيبي بدي اكل. جاتي؟ اي والله تاكل بايكيا؟ خلص نأجل الغداء ونساوي عشاء متعشى بالبيت. لا 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 تاكل بايكيا ولا لا؟ لا ما بحب اكل ترك ايكيا. مو ما بحبه بالمرة بصراحة بس يعني مرة هيك اللي تجرب ولا تعيدوها. المهم لانه ايكيا هون ناس باسطنبول حيعرفوا ايكيا اللي بفرن ناح فرن يعني اللي هو المول. فحنفوت على المول. ناح مول فرن اسطنبول. صح فحنفوت هلا على المول لناكل. شوفوا جايز هدول ما نحب اجيب واحد منهم بيريحوكم بالبيت. نونا عم اقول لهم انه بحب اجيب واحد من هدول انه بيريحوا بالبيت. ايه عم نتعب بتعرفوا يا جماعه عم نتعب كثير ببيتنا كثير. احيانا في شغلات بحب اجيبها لانه بحبها تمام لانه بحب شكلها. احيانا ما بتفيد بس انا بحب شكلها. لك واحد مني كل ما تشتاقي له نجي لهون تتفرجي على وتصوري جنبه ورجعي على البيت. حبيبي شو رايك شو رايك تروحي تنامي؟ يلا خلينا ناكل لانه زمان انا خلص فطست بالجوع. يا جماعه طلبنا برجر. طلبنا هذا البرجر اسمه كفته برجر. طلبنا تشيز برجر المعروف. صحه وهنا. يلا يا متابعين خلونا ناكل. رايكم بهذا يا جماعه؟ شوفوا عجبني. ما بعرف قولوا لي انتوا شو رايكم. هدول الجواكيت يا جماعه طلعوا ترند. اخذت واحده انا منها وجيتكم اياها على الانستغرام. اخذت واحده. محمد عم يشوف زارا فيها سولدات بجننوا. شو هالجمال؟ انا المحل القطعه. ايه حبيتها حبيتها والله. هاي من عند مافي حبايبي. مافي فيه جواكيت وشغلات هيك للرجال حلوه. انا عم فكر اخذ البيجاما او شيء. انا جواكيت عندي يعني ان شفت شيء وحده عجبتني هديك اللي شفت هلا من شوي ها يعني انه ما بها شيء بس ان شفت شيء وحده هيك عجبتني كثير باخذها. بس انه عندي الحمد لله يعني لهالبرد. شو كمان بدي بيجاما بدي اشتري بيجاما. شوفوا جايز بعد ما خلصنا القليش فريش تسوق ولا قليش فريش انا بدي اوضع الصيف عم بطلب مشروبات باردة من ستار. محمد طالب احكي لكم القصه اللي صارت مع محمد يا جماعه. انا رحت اوصي وقال لي وصلي على كراميل ماكياتو. انا ما لقيت كراميل ماكياتو قام جبت له كراميل لاتيه ما عجبه. قلت له شو عم تشرب؟ قال لي حليب دافي. حليب ساخن يعني. مهم حبايبي حنروح على البيت واورجيكم شو الغرض اللي جبت بالتفاصيل. هلا وصلنا على البيت كثير تعبانين صراحه كثير كثير تعبانين. حورجيكم شو الاغراض يلي جبت من ايكيا بالعجاله. محمد هون اشترى جاكيت كمان وعاند الاراضي. الجاكيت تبع محمد صراحه كثير حبيت لونه يا جماعه بيجنن اللون. هلا بس يقيسه ورجيكم اياه. هلا محمد حيقيسه بس شوفوا يا جماعه شلون هيك رامي لي. شو هاد؟ هعملكم عرض ازياء. اوه صراحه كثير حلو. نحن انا اوريدي شفته ولابسه. ايه مول القطعه صراحه. ايه ايه انت الحلو محلي برافو. ليكو هذا يا جماعه اللي حابه او شيء موجود بمافي. حبيت غير عن الالوان. دائما بالشتاء بنختار الالوان الغامقه لانه بتغيب حراره وهيك. بس انا بصراحه مليت من الجواكيت اللي عنده كلها رمادي وكحلي واسود هيك يعني. هذا هيك تغيير يعني تغيير لون صراحه كثير كثير لابق. حلو كثير حلو. شكرا. هذا هو الجاكيت اللي اشترى محمد. انا اشتريت بيجامه. معلش حبيبي تورجيهم بيجامتي هيك على السريع. شوفوا هاي بيجامه يعني لا عن جد بعد اذنك بس هيك على السريع. هذا
البنطلون تبعها عادي، انا حابه اورجيهم بس هيك. هي هيك تيشيرت، هي هون مرسومه شيء ماء نحن البيت تبعنا كثير دافي، فما بشتري بيجامات اللي بيكونوا سماك، بشتريهم خفاف يعني. جايز حطيت الاغراض هون اللي جبت هذا الكوب كثير عجبني وبين لونه هيك فخم. جبت هذا الكوب لإلي، طبعا لإلي هذا الكوب لإلي جبت هاي اللي حبيتها قلت لكم اياها، هاي ما حاستخدمها، هي بدي اياها بس ديكور يعني وتعطي ريحه للبيت. هاي بحبها وانا ومحمد بنحبها، بالتوت والرمان فحاستخدمها. هذا عادي يعني مشان لانه هلا بلش البرد فتياب الصوف وكذا فكتير بشيل الغبره وهالقصص. شو كمان؟ اوكي هاد جبتهم الى المطبخ علاقات، وجبت لهم هالفوط اللي هيك بتيجي صغيره، شايفين؟ اوكي سوري، شايفين الفوط يا جماعه كيف بتيجي صغيره وكيوت، فجبتها للمطبخ. جبت اثنين من هذول اوريدي عندي ثانيين، بس جبت هذول بيض وساده وبنشفوا اكثر شيء، ف بدي واحدة علقها بوحدة وواحدة بوحدة. المهم جبت هذا كتير حبيته وكنت عم دور عليه، صار لي فترة ما كنت عم لاقيه، كل ما بروح على ايكيا ما بلاقيه، I don't know why، هالمرة لقيته. هاد بدي احطه ديكور وفي نفس الوقت هو بيسقي الزرع فكتير حبيته. اوريدي جبت زرعات صغار، عندي زرعة كبيرة وجبت زرعات صغار مثل هيك، اذا ما كانت الزرعة فيها هذا ابيض ما بجيبه يعني. في كتير زرعات تانيين بس هذول هم لقيتهم الابيض فجبتهم. جبت هاد يا جماعة بتعرفوا يعني تشوبستيكس للاكل الكوري والاندومي وهي الشغلات، انا كتير مغرمة فيه. اخر شي جبت مجموعة فوط للحمام يعني هيك للقدمين عزكم الله وللحمام، المهم يعني لانه البشاكيرة والفوط تبع نحن بنسميها هي الفوطه بالمغرب لهيك عم اقول لكم فوطه، فتبع الايكيا مجرباهم كثير بجننوا فلهيك جبت زياده.